معركة هرقلة. كانت ملكة الروم إيريني هي حاكمة بيزنطة تؤدي الجزية لهارون الرشيد، وعندما تولى مكانها نقفور وجد في مملكته قوة لتحدي المسلمين، وأرسل إلى هارون الرشيد رسالة جاء فيها: من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيضة، فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثاله إليها، لكن ذاك ضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي فردد ما حصل إليك من أموالها وافتدي نفسك، وإلا فالسيف بيننا وبينك. عندما وصلت هذه الرسالة إلى المجاهد العابد البطل أمير المؤمنين هارون الرشيد، غضب غضبا شديدا وكتب على ظهر رسالة نقفور: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون ما تسمعه، والسلام. وحتى لا يتأخر هارون الرشيد بالرد لحين خروجه على رأس الجيش لتنفيذ وعيده، أمر أحد أبنائه بالمسير على رأس جيش كبير والبدء بسلسلة معارك مع الروم. وقد شن الجيش الإسلامي هجوما عنيفا على كابوديا، وحاصروا العديد من الحصون الحدودية، وحرروا أكثر من 300 مسلم كانوا في أسر البيزنطيين. وعندما تجهز الجيش الرئيسي الذي وصل تعداده في بعض الروايات إلى 135 ألف مجاهد، خرج الجيش على رأسهم المجاهد العابد هارون الرشيد، وسار من بغداد إلى تلك البلاد البعيدة، سار بجحافل جيشه إلى الأناضول. جهز نقفور جيشا كبيرا والتقى مع جيش هارون الرشيد في معركة كبرى قريب من أنقرة، وكانت معركة حامية الوطيس، انتصر فيها الرشيد نصرا عظيما مؤزرا، وهرب نقفور مع من بقي من جنده إلى بيزنطة. ثم راح الرشيد وجيشه إلى مدينة هرقلة، وضرب حصارا قويا على هذه المدينة الرومية الحصينة والهامة جدا لبيزنطة، واستطاع من فتح المدينة وأسر كل من فيها. عرف نقفور أنه لا قبل له بمجابهة الجيوش الإسلامية التي أصبحت تصول وتجول في الأناضول، والتي أخذت كل القلاع والحصون في طريقها، فلم يكن أمامه إلا أن يطلب الصلح، وأقر بدفع الجزية لحاضرة الدولة الإسلامية. إلا أن هارون الرشيد اشترط بقبول عرض إمبراطور الروم هو أن تضاعف الجزية التي كانت تدفعها ملكتهم إيريني، فوافق نقفور بشرط أن يعود هارون إلى بغداد. كان من ضمن الأسرى التي أخذهم المسلمون في هرقلة خطيبة ابن نقفور، فبعث إمبراطور الروم برسالة إلى هارون الرشيد جاء فيها: لعبد الله هارون أمير المؤمنين من نقفور ملك الروم، سلام عليكم. أما بعد أيها الملك، فإن لي إليك حاجة لا تضرك في دينك ولا دنياك، هينة يسيرة، أن تهب لابني جارية من بنات أهل هرقلة، كنت قد خطبتها على ابني، فإن رأيت أن تسعفني بحاجتي فعل، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. قرر هارون الرشيد إعادتها له محملة بالمتاع والعطور، وجهزها بأحسن الهدايا. هارون الرشيد ليس ذلك الشخص الذي جاء في الدراما وحاولوا أن يصوروه لنا أنه زير نساء. هارون الرشيد أكمل بناء دولة عظيمة في التاريخ العالمي، وأطلق على عصره العصر الذهبي في التاريخ الإسلامي. حول بغداد إلى منارة علم يقصدها كل العالم، وكان يحكم بلادا لا تغيب عنها الشمس. وكان الرشيد يلبس قلنسوة مكتوب عليها غاز حاد، والقلنسوة قطاع للرأس ذو قبة فيها أهداب يغطي الكتفين. قالوا فيه: فمن يطلب لقاءك أو يرده فبالحرمين أو أقصى الثغور. وقال أبو العتاهية عن يوم هرقلة: ألا نادت هرقلة بالخراب من الملك الموفق للصواب، غدا هارون يرعد بالمنايا ويبرق بالمذكرة القضاب، ورايات يخل النصر فيها
تمر كأنها قطع السحاب. أمير المؤمنين ظفرت فاسلم، وابشر بالغنيمة والإياب. هذا أحد أبطالنا، هذا واحد من أولئك الأبطال العظام الذين أعز الله بهم الإسلام، هارون الرشيد البطل المقدام، والعابد المجاهد، والبطل الذي أذل بيزنطة.